السلام عليكم ورحمة الله. طبعاً عندنا اليوم شقة للإيجار السنوي في منطقة بلتلي، الدور الخامس شقة رقم 26، مشروع توكي. ندخل نشوف الشقة. عندنا المدخل هنا، طبعاً الشقة عبارة عن ثلاث غرف وصالون ودورتين مياه، أكرمكم الله. عندنا على اليمين على طول المطبخ، طبعاً جاهزة وكاملة بالأدوات الكهربائية من الفرن والثلاجة، ولها بلكونة خاصة فيها. والله إطلالة جميلة جداً ما شاء الله من البلكونة على الطبيعة وعلى البحر. طبعاً الشقة فيها أربع مكيفات راكبة في الصالون وثلاث في غرف النوم. عندنا هنا الصالون، طاولة الطعام وطاقم الكنب وشاشة، أيضا بالإضافة إلى المكيف. نجي نشوف الغرف، نشوف دورة المياه، أكرمكم الله. طبعا هنا المدخل، عندنا على اليسار على طول دورة المياه الأولى، أكرمكم الله. دورة المياه الرئيسية، المروش، الكرسي، طبعا عندنا غسالة. الشقة مجهزة بالكامل للإيجار السنوي. طبعا منطقة بلتلي معروفة بأنها قريبة من المطار وقريبة من الميدان، برضو منطقة خدومة فيها جميع الخدمات. زي ما قلنا الغرف كلها مكيفة بالإضافة إلى الصالون. هذه الغرفة الثانية، نجي أخيرا على غرفة النوم الرئيسية.